لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. موقع الهيئة تدين استهداف الناشطين وتجب محاولات التغطية على الجرائم المرتكبة ضدهم. في الخليج الإماراتي الكاظمي في البصرة لوقف النزيف، انتفاضة شعبية ضد وكلاء إيران في العراق. في العرب اللندنية هدم وحرق مقرات للميليشيات جنوب العراق ردا على اغتيال نشطاء. في صحيفة المدى ناشطون يغادرون البصرة بسبب تهديدات، وإعلام جماعات الكاتيوشا يقود حملة تشويه ضدهم. في موقع الحرة 200,000 إصابة بكورونا في العراق ومخاوف من عاشوراء. في صحيفة القدس العربي روحاني ظروف كورونا تشبه سنوات الحرب مع العراق. وفي الشرق الأوسط ترامب يتهم الدولة العميقة بتأخير لقاح كورونا إلى ما بعد الانتخابات. السلام عليكم. بات من المعيب على السلطات الأمنية في العراق حديثها عن تشكيل لجنة أمنية لمعرفة قتلة المتظاهرين في بغداد والبصرة والمحافظات. لابد لهذه النغمة النشاز التي نسمعها عقب كل حادثة قتل لناشطين أن تنتهي. طالب عبد العزيز يقول في صحيفة المدى إن التسويف والتملص من المسؤولية واستغباء الشارع المنتفض ممارسة باتت مفضوحة. لم تعد أي قيمة تذكر لزيارة وزير الداخلية وكبار معاونيه لمدن الاحتكاك المباشر بين المتظاهرين والشرطة، ولن يكون استبدال القادة الأمنيين حلاً. هناك خلل كبير في آلية التعامل مع الجريمة. ما يفعله القادة الأمنيون الجدد، وعلى الرغم من تظاهرهم بالجدية، للأسف لم يتجاوزوا به حدود من سبقوهم. هناك غصة معرفية لها طعم الدم في حنجرة كل عراقي شريف قتل على أيدي مجرمين محترفين أو لم يقتل حتى اللحظة. من استمع لخطاب الناشطة البطلة دكتورة ريهام يعقوب التي قتلت في البصرة قبل 3 أيام يعي حجم الغصة تلك، ومن شاهدها وهي تهتف بحماسة الشجعان مطالبة بفرص العمل والخدمات والماء لمدينتها، أو وهي تتمثل صورة الحسين شهيداً في سبيل الحق، يدركوا بأن من يقتلون بكواتم الميليشيات إنما هم قادة البلاد الذين نفترضهم في قابل الأيام. ومن يقلب صفحات وصور الشهداء الذين سقطوا في ساحة التحرير ببغداد وساحات التظاهر في بقية المدن العراقية يقع على صورة البلاد الموعودة والمتأملة، أولئك الذين حملوا عراقهم مخلصين له ولم يجدوا تعبيراً عن ولائهم له إلا الدم، فقدموه زكياً طهوراً. الكاتب يضيف أن هناك حقيقة أمنية كبرى لكنها مطلسمة وظلت مبهمة منذ أكثر من 17 عاماً لم يجر على قولها أحد، والعراقيون يدركون ذلك، يدركون حجم الرعب الذي يتلبس كبار القادة هؤلاء. يا ترى هل سيأتي اليوم الذي تفصح فيه سلطاتنا الأمنية عن حقيقة ما يجري لنا من مقاتل على أيدي القتلة المجهولين؟ اغتيالات بالجملة استهدفت الناشطين في محافظات البصرة وذيقار وميسان، من بينهم الدكتورة ريهام يعقوب وهي إحدى أيقونات الاحتجاج، بعد إطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة، والتي حرضت عليها وكالة مهر الإيرانية سابقا على خلفية مشاركتها بالتظاهرات. علي قباجة يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن هناك بصمات ميليشياوية تتبع نظام طهران الذي بذل كل إمكاناته لإفشال الحراك الشعبي. الانفلات الأمني الخطر يلقي اللوم على الأجهزة الأمنية التي لم تبذل جهداً لإيجاد مظلة حامية للمتظاهرين والنشطاء الذين يقودون الحراك، بل إنها ساهمت أحياناً في القمع الدموي الذي بررته في معظم الأحيان بجهات ثالثة، وقد أكد المتظاهرون مراراً كذب هذه الرواية.
التقاعس الأمني يضع علامة استفهام كبيرة على دور الأمن العراقي وتخليه عن واجباته في حماية المجتمع، الأمر الذي يجعله في دائرة الشبهات، لا سيما وأن تلك الأجهزة كانت لها تجاوزات عدة في أكثر من محافظة، إضافة إلى عدم ثقته باللجان المشكلة في التحقيق بالحوادث، وهذا اختزال لما يشعر به جميع العراقيين. فالمواطنون يرون أن اللجان التي تقودها أجهزة الأمن تتشكل بهدف إماتة القضايا، فهم مقتنعون بعلم الحكومة بمرتكبيها، لكنها لا تحرك ساكناً بملاحقتهم لاعتبارات التغطية على المجرمين المتحكمين في أوصالها. حالة عدم الثقة دفعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة امتصاص الردود الداخلية والغضب الأمريكي والفرنسي بإقالة قائد شرطة البصرة وعدد من مديري الأمن، لكن ذلك لم يكن مقنعاً، وافتقرت خطواته إلى القوة والصرامة في ظل انفلات السيطرة على قتلة مدعومين داخلياً ومضللين بأجهزة مخابرات خارجية، أي أن الاغتيالات تجري بعمل منظم وليس فردي. وبحسب الكاتب فإن الكاظمي يقف الآن أمام منعطف خطر يتطلب تجاوزه حنكة وصرامة وإعادة الحسابات في كثير من الأمور، أهمها السلاح المنفلت وكيفية ضبطه بقوة القانون وغربلة الجيش والقوى الأمنية من الميليشيات المتدثرة بغطائه والبدء بالإصلاح الحقيقي بتنظيف البيت الداخلي وإماتة الطائفية التي أذكاها بعض أسلافه، وإلا فإن العراق سيزداد ضعفاً وسيبقى مكسوراً تتلقفه الأيدي الخبيثة بلا هوادة. جاء ثورة تشرين لتكون صوت المنتمي الذي كشف وفضح زيف الادعاءات حكومة بغداد المتعاقبة بوعودها الكاذبة في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية واحترام الإنسان والحفاظ على ثروات البلاد وتحقيق آفاق واسعة من الحياة السعيدة للمجتمع العراقي. أياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن هذه الحكومات هي الإطار الشرعي للانتهاكات الإنسانية والداعم لعمليات الفساد الاقتصادي والسياسي للعديد من الكتل والأحزاب المتنفذة وهدر الأموال وضياع ثروات الشعب. أسهمت الحكومات المتعاقبة في محاربة ومتابعة أصحاب الفكر والصوت الوطني وتقييد الحريات واغتيال العديد من الناشطين والتغييب القسري لعشرات المواطنين من أدباء ومفكرين وكتاب وسياسيين وشباب منتفض ضد الوضع السائد والقائم في بغداد وباقي المحافظات. وسعت الجماهير في ساحات وميادين ثورة تشرين للتعبير الحقيقي عن الأهداف والمنطلقات الجماهيرية والأمال في أحداث التغيير الشامل الذي يحقق للشعب طموحاته في نيل حريته واسترداد كرامته، وأصبحت بحق المعبر الحقيقي لوحدة الشعب العراقي وتعزيز مفهوم الانتماء الوطني. وشهدت مساندة جميع القوى الوطنية والمناهضة للاحتلال الأمريكي والتواجد الإيراني، وأصبحت الصورة المثلى التي تعزز مكانة الجماهير المطالبة بحريتها وحقوقها ومنطلقاً لباقي الشعوب المكافحة من أجل استقلالها الوطني وتحقيق أواصر العلاقة الحقيقية بين طموحات الشعب الثائر ومواجهة قوى الظلام والفساد التي تسيدت الوضع في العراق، وصولاً إلى تحقيق آمال وأهداف الشعب في مواجهته الحثيثة لأحداث التغيير وإفشال المخططات والمشاريع السياسية التي تريد استمرار التبعية السياسية الدولية والإقليمية وارتهان ثرواته الطبيعية للبلدان المحتلة له وضياع وسرقة الموارد المالية من خلال هيمنة وسطوة الأحزاب الساعية لتحقيق مآربها ومنافعها المادية. الكاتب يرى أن ثورة تشرين ستبقى هي المعبر الحقيقي عن آمال وأهداف الشعب العراقي ومعيار الصوت الحر وثبات الكلمة الصادقة والمبادئ الحقة والأهداف السامية، وصولاً إلى بناء مجتمع عراقي منشود تسوده العدالة الاجتماعية وحرية الرأي واحترام الإنسان. من مجمل ما نشر في الصحافة الأمريكية عن لقاءات رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبين أن اتفاقات غير اعتيادية قد تم التوصل إليها ستقلب لو نفذت فعلا حياة العراقيين من جحيم إلى نعيم،
إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن تنفيذها هذه الاتفاقات غير مضمون بوجود إيران وسلاح ميليشياتها المتهيئة لحرب مصيرية بينها وبين أي قوة ستحاول أن تسلبها القوة والسلطة والمال. هذا ما يجعلنا نسأل، هل في نية الكاظم وفي قدرته أن يخوض حربا من هذا الوزن ومن هذا النوع مع إيران ووكلائها في العراق؟ ثم هل سيضع الرئيس ترامب قدرات أمريكا العسكرية لمشاركة حليفه الجديد تكاليف هذه الحرب حتى لو خاض حرب شوارع مع إيران ووكلائها العراقيين لضمان كسبها وتنظيف الأرض من أشواكها أمام الاستثمارات الجديدة وحماية قواته العسكرية المقيمة في العراق؟ والجواب على السؤالين هو لا ونعم في الوقت نفسه، إذ أن كل شيء متوقف على سلوك إيران وطبيعة تحركها ضد هذه الهجمة السياسية والاقتصادية الأمريكية الجديدة. إن عودة الكاظم من أمريكا بكلام فضفاض عن إعادة انتشار القوات العسكرية الأمريكية وليس بقرار واضح ونهائي يقضي بإخراج أمريكا العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتسليم بتمليك العراق لإيران دون منافس، ستلقي على عاتق الكاظم خيار المواجهة الحازمة الحاسمة مع كامل النفوذ الإيراني، فإما أن ينتصر أو يتم اغتياله أو يستقيل. الاتفاقيات التي وقعها الكاظم في واشنطن والخاصة بسلب ملف الكهرباء والطاقة من هيمنة الاحتلال الإيراني والاستثمارات الضخمة العديدة الجديدة لشركات أمريكية كبرى إنما تعني أنه يضع تحت رحمة صواريخ الحشد الشعبي الإيرانية المزيد من المواقع والمصالح الحيوية الأمريكية. الكاتب يرى أنه من الآن وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الانتخابات الأمريكية القادمة يتحتم على العراقيين أن يتهيأوا لأيام صعبة للغاية قد تزيح عنهم الكوابيس الإيرانية وإلى الأبد، أو قد تخرج أمريكا بخفين حنين، وهو الأمر الذي إن حدث سيكون دخولهم في نفق العيش تحت رحمة الكواتم والصواريخ والنهب والاختلاس والخرافة والمخدرات لعشرات قادمة من السنين. كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية عن وجود علاقة بين مالك السفينة التي جلب شحنة نترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت وميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من طهران. وأشارت المجلة في تحقيق أجرته بالتعاون مع مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد إلى أن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء اختفت قبل الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مطلع الشهر الحالي. بحسب المجلة فإن مالك السفينة روسوس يدعى شارلامبوس مانولي وهو رجل أعمال قبرصي وليس الروسي إيغور كريتشوشكين كما كان يعتقد في السابق. ووفقاً للتحقيق فقد حافظ مانولي على علاقة مع بنك FBME في تنزانيا وهو مرتبط بحزب الله. ويقول محققون أمريكيون إن لهذا المصرف تاريخاً في عمليات غسيل أموال لصالح الحزب. هذا المصرف كان يملكه اللبنانيان فادي وفريد صعب، كما تشير التحقيقات إلى أن شركة واجهة سورية يشتبه في صلتها ببرنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الرئيس الأسد، كانت أحد عملاء هذا البنك. وتقول المجلة إن مانولي بذل قصارى جهده لإخفاء ملكية السفينة عندما سئل عن ذلك، إذ ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى غريتشوشكين وبعدها اعترف أن الرجل الروسي حاول فقط شراءها ثم رفض بعدها تقديم أي معلومات أخرى. وأظهرت بعض السجلات القضائية أن مانولي حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك FBME التنزاني لشراء سفينة أخرى باسم سيخالين، ليتضح أن هذا المصرف ليس كغيره من المصارف، إذ اتهمه محققون أمريكيون بالعمل كواجهة من أجل غسل أموال لصالح حزب الله. وكان مانولي مدينا لهذا المصرف بالمال، ما يثير آلاف الأسئلة والاحتمالات. وتختتم المجلة بالقول إنه في حين ينفي مانولي أي صلة بين ديونه ومسألة توقف سفينة الشحن في بيروت، كشف أحد المحققين عن أن بنك FBME يشتهر بالضغط على المقترضين المتخلفين عن السداد من أجل تقديم خدمات لعملاء مشكوك فيهم مثل ميليشيا حزب الله.
أيا من كان الفاعل فقد أخرج الانفجار المروع لبنان من الطريق المسدود الذي كانت قد وصلت إليه حالة الصراع الداخلي، وأحدث تغييرا في التوازنات وعوامل القوة لدى أطرافه، ودفع بهذا البلد للسير نحو حقبة جديدة تؤسس في نهاية مشوارها نظاما جديدا بديلا للطائفية. طلعت رمياح يرى في موقع الهيئة نت أن انفجار بيروت أعاد فتح الطرق المقفلة التي لم تنجح المعادلات والتحيزات السابقة في فتحها رغم الحراك الجماهيري المتقد لعدة أشهر. إذا كان هناك من تصور أن فتح خطوط الحركة قد يسمح للبنان بالخروج من المأزق الداخلي باتجاه إعادة ترتيب الأوراق وفق ذات القواعد القديمة وينهي الحصار الخارجي، فالحاصل أن خطوط الحركة قد فتحت باتجاه تفعيل دور الخارج في الداخل إلى درجة يمكن القول معها أن لبنان دخل في وضعية نهاية حالة الاستقلال حتى لو كان شكلياً، وبات بلداً تحت الفعل الدولي المباشر بل حتى تحت الوصاية الخارجية. لقد جاء زلزال الحدث وكأنه موجة انفجارية هدفها فتح الطرق جميعها لأحداث تغييرات شاملة في التوازنات القائمة على الأرض عبر وجود عسكري خارجي ومن خلال أحكام السيطرة على الحركة السياسية والتحالفات والتوازنات الطائفية، بما يمكن من السير نحو إعادة تأسيس الحالة اللبنانية وفق قواعد وأسس وشروط للتوازنات الجديدة. وفي التغييرات المستجدة بدا واضحاً أن ميليشيا نصر الله هي المعنية بتقديم التنازلات وفق المعادلات المستجدة، ليس فقط لنزول القوات أو لحضور الخبراء الأجانب إلى بيروت، ولكن أيضاً لأن لتلك القوات ارتباطات بالقوى التي تقف في مواجهة ميليشيا نصر الله، ما يعني أن الأمور تسير في اتجاه إفشال ورقة انفراد الحزب بامتلاك القوة العسكرية كعامل حاسم في توجيه وإدارة التوازنات على الأرض. الكاتب يرى أن ثمة تغييرات حادة سيجري من بعد ترجمتها إلى شروط بشأن الدور الداخلي لنصر الله وحلفائه وبشأن سياسة لبنان الخارجية، وهو ما يستهدف إضعاف دور ميليشيا نصر الله، كما سيجري ترجمة الأوضاع الجديدة في إضعاف التأثير الإيراني على أوضاع لبنان وفي تغيير اتجاهات دوره الإقليمي، وفي الأغلب ستتمدد الأمور لتشمل دور ميليشيا نصر الله في الجنوب وعلى صعيد الوجود والدور في سوريا والعراق. أكدت منظمة الصحة العالمية أن على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر وضع الكمامات للإسهام في التصدي لوباء كورونا بشروط نفسها التي تنطبق على البالغين. وقالت المنظمة إن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يجب عليهم بالذات وضع الكمامات في الأماكن التي لا يكون فيها ممكناً ضمان الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي متراً واحداً، وعندما يكون هناك انتقال للعدوى واسع النطاق في المنطقة. وقالت المنظمة إن وضع الكمامات للأطفال ما بين 16 و11 من عدمه يعتمد على عدة عوامل، من بينها شدة انتقال العدوى في المنطقة وقدرة الطفل على استخدام الكمامة وسهولة الحصول على الكمامات ووجود إشراف ملائم من الكبار. وأضافت أنه لا يجب على الأطفال الذين في عمر 5 أعوام وما دون ذلك وضع كمامات الوجه على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.